والله كان عندي حق إن أنا حبيتك من أول نظرة يا بنتي، حتى قبل حركة الجدعانة على فكرة، من ساعة ما شفتك وأنا قلت البت دي جدعة وطيبة، ولما سمعت حكايتك عرفت إن أنتي بنت أصول. هو أنا ممكن أطلب منك طلب؟ طلب واحد بس؟ قولي طلبين، تلاتة، عشرة، أنتي تأمريني أمر. بس الأول بس عايزة أنصحك نصيحة، عيشي عيشي يا غالية، وانسي اللي كان، انسي اللي حصل، واللي ما قدرتيش تعمليه إن شاء الله تعملي. صعب. بصي، هو مش طلب، هو رجاء، وأتمنى أتمنى ما ترفضهوش. ما تقوليش كده، أنت تأمريني أمر. صقر ماله؟ عاوزاكي تتجوزي. نعم. ايه اللي بتقوليه ده يا ست مشيئة؟ انت اكيد بتهزري. وبعدين المعلم صقر ما يقدرش يستغنى عنك، ده بيحبك بجنون، انا ما اقدرش اخد مكانك. انت ما تعرفيش انا بحبك وبعزك قد ايه، يبقى بعد كل ده عايزاني اخد مكانك واخد جوزك؟ طب ازاي؟ ما اقدرش. اصعب حاجه في الموت ان انا مش هشوفك. بعد الشر عنك، وحياه الغوالي ما تجيبي سيره الموت. ربنا يطول في عمرك، ما يحرمنيش منك. طب اقول لك، ربنا يجعل يومي قبل يومك. بعد الشر خلاص كده. بعد الشر لا، هتعيش وتتبسط وتفرح وتتهنى. اتهنى اكتر من كده؟ ده انا والله لا دقت طعم السعاده ولا الهنا اللي معاك بجد. انت لسه بتساليني بعد السنين دي كلها؟ طب يعني ينفع اطلب منك طلب؟ طلب؟ بص، انت ليك عندي طلبين، ارمي نفسي في البحر او اسمم اختي زين. لا انت بتهزر. والله تسمم يا جد بقى شويه. والله خلاص جد اهو. يلا. انا ايوه يلا قولي. ما هقول اهو. يلا. انا عاوزاك تتجوز غالي. كلمي جد. اتجوز ليه؟ عايزه اطمن عليك. انا كده كويس، طمني عليا في ايه؟ عايزه افرح بولادك. مين قالك ان عايز اولاد؟ انا عايزك انت يا بنت. يا بنت يا حبيبي انا موافقه وغاليه. انت ايه؟ أنا موافقة. أنت موافقة؟ أنا مش موافق. طب أنا مش لازم أوافق؟ أنا مش موافق. اسمعني بس. أسمع إيه بس؟ يا ست الناس أنت عايزاني أتجوز عليك مجنونة أنت ولا إيه؟ أنا بحبك أنت، عايزك أنت، أنت مراتي، عايزاني أنا مش واحدة غيرك؟ اتجننت أنت ولا إيه؟ أنا عمري كله معاكي، عمري كله ليكي.